السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. عندنا نخلة مثل النخلة هذه، طبعا هذا فحال ما فيه ثمر، تمام. وعندنا مجموعة من النخيل زي هذيك فيها ثمر، والثانية اللي في الخلف أيضا هنا، واللي هنا أيضا، أيضا هذه فيها ثمار قليلة. راح نتكلم اليوم عن طريقة تسميد وما هو الأنسب، هل هو السماد الذواب أو المحبذ. نخلة مثل هذه سواء كانت فحال أو كانت مؤنثة، والنخلة اللي تحمل الثمر بلا شك أنها بحاجة إلى السماد، وبالذات التركيز على البوتاسيوم أكثر لأن بها ثمار. الفحال أو المذكر لا يوجد فيه ثمار، مجرد فيما بعد سوف يطلع اللقاح. طيب، ما هي طريقة التسميد اللي احنا راح نسمد؟ انتم شايفين الحوض ما شاء الله كبير، وموجود ايضا فسائل. لو حسبنا بالقياس انه مثلا تحتاج هي كل شهر او كل 15 يوم الى كيلو من السماد، راح نضيف لها كيلو تقريبا مثل ملء اليد مرتين او ثلاث، تقريبا هذا الكيلو من السماد المحبب. من السماد الذواب أيضا راح تكون نفس الكمية، لكن ما هو الفرق فيما بينهما؟ السماد المحبب لما نضعه مثلا بمعدل كيلو، النبات راح يأخذ منه كل يوم 10% مع كل رية. كل رية ترويها النبات اللي موجود عندنا راح يستفيد من هذا السماد بمعدل 10% فقط يوميا. على مدى 10 ريات راح يذوب كاملا وينتهي هذا السماد. بينما الذواب لو وضعنا 1 كيلو الآن، النبات سوف يأخذ 1 كيلو كاملا، ولن يأخذ 10% فقط لأنه سريع الذوبان. الآن راح نعمل تجربة بسيطة. هذه نترات البوتاسيوم، عفوا نترات الكالسيوم، ننزلها في الماء، راح تختفي مباشرة. ولو ذوبناها في ماء يعني او في صحن راح يكون ذوبانها سريع، لن تجد منها شيء، تلاشت مباشره. اذا التسميد بالاسمده المحببه، عفوا الذوابه، هو لعلاج مشكله قائمه. عندي نقص حاد في النيتروجين، في البوتاسيوم، في الكالسيوم، في العناصر الصغرى، في اي عنصر كان، لذلك انا اضيف من الاسمده الذوابه حتى وإن كان شكلها محبب ولكنها سريعة الذوبان. أما المحببات هذه تستخدم للأراضي الصحراوية، للأراضي المطيرة، ما عندك أي مشكلة. المهم أن تفهم أنه هذا يسمد مع كل رية بمعدل تقريبا 10% تقريبا مع كل رية. يعني هذا متى راح يختفي؟ الرية العاشرة تقريبا لن تجد منه شيء في حوض النبات. طيب، راح ناخذ منه شوي، مع انه ما انصح ان نتعامل مع يعني الاسمده باليد، المفروض جاونتي. الان هذه هنا، وانا راح احاول قدر الامكان، هي بس راح يختفي اللون الازرق فقط، لكن راح تبقى المحببات موجوده. تلاحظون اختفى اللون الازرق. طبعا هذا 12 17 اللي هو عالي البوتاسيوم. لا زال، تلاحظون مع كل رية راح ينزل منه تقريبا 10%. لا زال محافظ على نفسه. بينما نترات الكالسيوم، العشرينات الذواب، سلفات البوتاسيوم، المغنيسيوم، كل هذه تذوب بسرعة لأنها ذوابة. خلاص نزلته الآن في التربة، راح تجد انه يعني نزل مع الماء للنبات. طيب، خلونا نشوف تسميد سابق. لاحظوا معنا حوض النخلة هنا، لا زالت المحببات موجودة، تمام. هذا دليل انها لم تذوب على طول مباشرة.
وهذا علشان نفهم كمية السماد المناسبة لكل شجرة. يعني إذا بلغك المهندس الزراعي أو الشخص المختص أو الخبير اللي عندك إنه هذه النخلة مثلا تحتاج إلى 1 كيلو وأضفت لها 1 كيلو، لابد أنك تعرف أنه 1 كيلو هذا راح ينزل للنبات تدريجيا وليس في مرة واحدة. لاحظين أيضا، تشوفون السماد باقي موجود. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا نكمل مع البراد هذا.